لابورت، 25 فرناندينيو، رقم 8 غوندوغان، رقم 17 كيفن دي برويني، الهجوم فودن 47، 7 رحيم ستيرلينج، و 26 الشيخ رياض. تشكيلة سبيرز توتنهام، لحراسة المرمى هوغو لوريس، على اليمين سيرجيو ريي، على اليسار الماتادور ريجيلون، رقم 4 البلجيكي ألدر فايرلد، رقم 15 إيريك داير، رقم 8 وينكس، رقم 5 السويدي هويبرغ، رقم 18 لوسيلسو، 27 لوكاس برازيليرو مورا، رتيل مرة اليونايتد، وهنا كورة يمشي فيها رحيم ستيرلينج، والدفاع توتنهام يتصدى. ما هكذا علاقة، هل داخل معلق من أجل بطاقة لإسطنبول، من أجل الوصول إلى نهاية يوم يوم، وغدا أربعاء يوم آخر. يمشي البرتغيز جواو كانسيلو، والكرة والسيتي ينتصر، السيتي ينتفض، السيتي يتقدم، السيتي كاد يسجل، السيتي كاد يسجل يا سادة. أول فرصة أخطر كورة، قرب رحيم يبدع، الكورة في امتلاك، مراوغة وحوار، منطقة الجزاء، يلعب الكورة الشيخ محرز، يلعب كورة، فرصة والهدف الأول يضيع. السيتي لن يرحم، السيتي لن يرحم، هذا هو ما أقول الآن. بداية المرسيتي والكرة وأجوال، يمشي بالكرة على القائم الثاني، وبرافو للرحيم، رحيم 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 رحيم، دوخوم دوخوم، كرة من جوندا، حاط الكرة مرة أخرى خطيرة جدا فودان، كرة لرياض، يمشي محرز، محرز يمشي وباليد يمشي من الحارس، وجول ستيرلينج رائد اليوم في فورمة كبيرة ستيرلينج. إذا ووكر فودن، رائع أنت يا فودن، فودن أنت ممتاز يا فودن، والكرة في خطة بدون كرت أصفر. تاريخ المجال لاختياراتكم وتنشيط ذكرتكم والسوفينير سأكلمكم. رياض ينطلق، ورياض بالملي، ورحيم بكورة، وضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة. اليوم سارة تشيلسي يا أرسنال يا توتنهام يا كين، تمشي الكرة والانطلاقة الراسية، مين لمين، تغني لمين، تسديدة، والكرة لضربة مرمى لستيفن دي بروين، شكله أول يشوت، يمشي كيفن دي بروين يا توتنهام، وين الراس، الحارس لم يخطأ، شكل يا جوندا، يا رب جوندا جوندا جوندا، وفي لحظة كيفن دي بروين يلعب كرة خطيرة، وجول جول 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 جول، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، لن أقول ما أهدره فودن، سأقول هذه المرة ما تصد له لوريس. أن التحذير، يلعب الكرة، التسديدة، والكرة برا من فرن، اختناق مروري في لندن، هذا اختناق كروي، العب له اللعبة، العب له اللعبة، وخرج له الصفرة ريجلون، الشوط الأول كبير وخطيرة وملعوبة، اخرج رحيم، جول جول جول، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، لوريس يتأخر بالخروج. توتنهام هارس الكرة، طبعا أتكلم في الجمع بين كأس إنجلترا الإف إيه كاب وكأس الرات المحتل، أين نحن يقولون لي، كانسيلو كانسيلو كانسيلو، حط الكرة بالراس، يا تقريب في العشرة متر وحداشر متر، وشوت الكرة ترجع عليك، امشي يا شيخ، يدخل الشيخ محرز، حطاله، الله 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 الله، وما شاء الله، ما هذه الكرة، هذه بعد الكرة لوكاس دياز، وفي خطر الروبن، يلعب لرياض، يمشي محرز، حطاله مرة أخرى، رياض رياض هاج وماج، رياض صالة وجال، رياض كان هدافهم التاريخي هو طبعا مصطفى دحلب نجم الكرة الجزائرية، جزائري صنع تاريخ باري، وممكن جزائري في السيتي يمسح سيمي فاينل في تاريخ باريس. توتنهام اعتقد انه حتى لو السيتي افضل حاليا، الثانية في مهب الرياح، الثالثة صلابة ودفاع وحظه رائع، هدف، إذا عنا أمل، يلا حل إيديك وسجع، يلا كل جدار ودفاع، خطير الرحيم ستيرلينج، خطيرة والعرضية، وأرضية لوريس، كورة من هوغو لوريس، حط الكورة كيفن دي برويني، كيفن دي برويني حلوة وبعيدة قوية، أخفيكم، سأتكلم بعدما أحكيكم، كورة في الأوت، هي حاجة وحويجة. بين مباراة بدنية قوية، شوف هاري كين ولا يرجع الوسط ويلعب الكرات، وفي خطأ على فرناندينيو، ورقة صفراء على فرناندينيو،
ورقة صفراء جواو هرب جواو دخل جواو لعب جواو يوزع كرة خطيرة جوني يعاود جرى كرة يمشي ركنيات كرة من رياض رياض محرز يعطي توسيع القائمة الثانية خطيرة غوندوغان اوت اوت كرة غوندوغان اي مباراة اي مباراة يا ساتر تفاعل الامريكي ولكن نرى مع ان الهجومات تقريبا اشواء توتنهام صارت خطيره صارت موجوده العرضيه موجوده والراس خطيره جدا خطيره خطيره وضاعت الكره مش ممكن قد اسهم الان انكم لن تفوزوا يا توتنهام مع كره وينكس وينكس وين يا وينكس ارجع الكره لبابا برياض هذاك علاش قلت تعلم يا سون رياض يعطي بالسيب باس يا لوكاس بعيد على الكوري بعيد على الكوره يمشي بالكوره كيفن دي برويني على القائمه الثانيه وتبرع جول رياض رياض التوزيع خطيرة هذه جول هذه جول اي 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 فرنانديني ولوريس فرناند الشيخ صح فطورك يا لوريس مش ممكن على محرز صفر مازال سكور تعادل العرضية ولا ركنية مباراة رياض محرز رياض الهدف رحيم ستورليج وجول مش ممكن اخس على السيتي من عقدة التاريخ يا كاتب التاريخ يا جوارديولا البسيكولوجية للكرة يمشي هاريكين خسر جاية خطير الكرة لاعب الخصم هكذا كرة القدم هكذا اخلاق الفرسان هكذا رياضة ايام زمان يلعبوا عادي في المعاد والهدف الأول هدف البطولة غير عادي أنا ما أقول لكم أن سيتي مانشستر يسجل في الخواتيم 1-0 للسيتيزن لابورت يا أوريه لا ليس مؤتمر وجامعة الدول في اللات الثلاث لا To live is to suffer. To survive is to...